Yo, what's up, guys? Guys, it was Pitcher and guys. I'm back with another video. مهم بالنسبه للبلان نسيت خصني ماشي نسيت يعني الله ديت مازال ما نسيت والو عاد بديت سو البلان ديال اكسستنتاسيون فيديو راه المهم بعدا خويا نبداو البلان ديال اكسستنتاسيون فيديو ديالو اللي تسينيالا اكسستنتاسيون مات يعني يمكن ديك الخزابيه ديال مازال ما ماتش ولا تخرب بها غير شي كامل شي بون فيلم باللي خونا مات بالطبع سو ندوزو البلان ديال اكسستنتاسيون المهم الهيرز تبارك الله عليكم برافو نتوما سينيالتو الفيديو واخا يعني واخا بحال بحال كديروا ديك الغائط وكتجلسوا عليه ما كتستافدوا حتى خريه حيت هو الفيديو دابا مشى شنو استفدتي شي حاجه انا اللي كنستافد الحمار حيت فاش كطيح ليا فيديو كنزيد نتموتيفا حيت من دابا فوق ما كاين فيديو كل نهار عطا الله على من دير رياكسيون عطا الله على من دوي عطا الله على من درت كاين بزاف ديال الافكار يعني دابا كنزيدو غير تموتيفي من حتى الفيديو هذا اللي شتيه دابا سيني عليها راس الحمار سو دابا ندوزو للبلان ديال لا رياكسيون لا رياكسيون ما جبت لكم رياكسيون جديده تراك اللي تلاح البارح في سبوتيفاي وتلاح في ديزر و هادو هما لي بلاتفورم لي تلاح فيهم ماي ثينك مابقيتش عارف غير بلاتفورم اخرين معرفتش واش تلاح فيهم هادشي اللي عارف شنو كيتمسك فيهم ديال وينزا خليك شي تلاح في يوتيوب بالكليب باش رياكتيك يمكن البارح ندير لي رياكسيون في سبوتيفاي ولكن ما بغيتش حيت انا عندي كونت سبوتيفاي انتوما ما عندكوش حيت حنا الدراري ديال الهاكينغ يو نو وات سين نيغا سو دابا تلاح في يوتيوب دابا غندير ليه في يوتيوب كاين ايتوب كاين يوتيوب كاين يوتيوبي كاين ايتوب المهم ما كاينش نقول له يوتيوب وايتوب المهم ندير لي رياكسيون دابا وينزا فري سايمون قبل ما نبداو لا رياكسيون يو نو شنو غدير لايك سكوت كينغ لايك بقنا ضولي مازال ما تخيب جروب فيسبوك تهبط تحت الديسكريبشن غتلقى واحد الجروب فيسبوك مكتوب جروب فيسبوك غتقيد فيه باش الفاميلي تزيد تكبر تما غتلقاو سكوت كينغ مهم الفيديو تما كيتحركش المهم ما كرهش ادمين شي واحد اللي غادي يتكلف ليا بجروب مطلوب ادمين يجيني في كومونتير باش نعطيها الصور ديال الجروب ويحركوا ليا فهمتي المهم انا غادي نعاونك حيت ماشي نقول لك ما مساليش ما عرفتش كيفاش نسير داك الجروب يو نو ما درتش بالي فيه 100% صافي هادشي اللي كاين اور بلان يعني الا انت دابا لكتي وما كتشوف التراك ماشي كتشوف اول مره غادي تشوف التراك معايا مزيان هاد البلان هذا شراوت لواحد الدري ديما تي المهم هو ماشي دري هما بزاف دراري وبنات كيقولوا لي ديما تنشوفوا الرياكسيون عاد كنت مزكو التراك حيت واحد البلان واحد حتى انا ديجا درتها شي دراري كيديروا لا رياكسيون كنتسنى حتى ندخل نشوف لا رياكسيون ديالهم عاد كنت مزك التراك كان واحد البلان اللي زوين شي شويه حاولوا نتوما تجربوها شي نهار ماشي اوبليجي المهم حاولوا تجربوها وصافي سو الفيديو هاد الفيديو دا غادي خاصو تسيبورتا لتحت المهم خاصكم تهجموا على هاد الفيديو هذا يتفركع ماشي الفيديو ديالي الفيديو ديالو هو غتلقاو اللينك في الديسكريبشن المهم الدراري ما نطولش لكم بزاف نتمزكوا للتراك دابا دريزنر شات اوت دريزنر حيت كنشوفو بزاف واحد الدراري اللي كيخدم عنده خدمه زوينه بزاف وين زالك اللي فكرتني في واحد الكافر ديال لاتين تفكر ديال المويا وديال واحد الباند ما بقيتش عاقل المهم شتا في كافر ديال واحد الديسك ديال ديال ميتاليكا المهم هاد الكافر ديجا حتى ماش واش انسبيرو منه ولا جات بارازار المهم البلان فكرني وما قلتو صافي واخا ما غتستافدو والو المهم تقدروا تستافدو بلي تعرفوا هادي انسبيراس لا المهم هذا اش صافي المهم شتا هادي اللعيبه ديجا بحال ديجا شايفه في الكافر ديال ميتاليكا صافي ستين كنت عارفها من الاول غادي بان غادي يقولوا لي فين كنتي يا حتى يا خليتو من الاول كانوا خوتي في الاخر خراتو عليا شملات عرف نفس طورة شابينا فيلينغ زا صاحبي نحطو لي دم صاحبي نقولوا لي كان وقالي كانوا كيدو نديرو في الفرن كتحس به بحال نقول لك غادي يشد لانستري وغادي يقتلو غادي يقتل لانستري حيت لانستري فريمون مريض لانستري سيك اس فوك واعر بزاف لانستري باقي ما سمعتش فيه بزاف غير دخل غير الانترو ديالو مزكني طربني وين زاف فهمتيني المهم شوفو شي بزاف واعر حتى الكليب فهمتيني الطريقه اللي مصور بها كليب زوينه ولكن ماشي الطريقه اللي مصور بها كليب هي زوينه بزاف ولكن المونتاج لاعب دور كبير حيت كنشوف واحد الشيك في فهمتي في واحد نقول لك بحال نقول لك فيك شيك ما عرف السميه ديال هاد لي في هذا ديما تنسى السميه ديال لي زافي المهم بحال فيك شيك
ديال الكاميرا فهمتيني، يعني كتبقى كتشد في البريمير برو على حسب باش كتمونتي انت، كتبقى كتلعب في الفريمز فهمتيني، كتبقى كتزعزع ليماج. المهم فيه شي شويه ديال تحمق الراس، هاد لي في زوين بزاف، كيبقى داكشي كتبقى داكشي كيتحرك فاش كضرب البيس كتبقى كتحرك زوينه بزاف. هادي بزاف حتى الكليب راه انا سطاني الكليب مخدوم داكشي مركن بزاف، حتى التقصار ديالو كتحس كتحسب بوينزا باش نقول لك دابا من حد الان فهمتي. مازال شحال تراكات سمعت ليه؟ سمعت ليه مون قال تراكات ديالو حيت هو ما عندوش تراكات بزاف، حيت بالنسبه لينا واحد الرابور اللي عاد بادي فهمتي وبدا بواحد البديه اللي مزيانه، عنده واحد خصوصا في التراك هذا بين راسو بلي انه عنده لينيرجي بزاف فهمتيني، تي ما عرفتش كيفاش نعبر. المهم تي تقاتل باش يطلع موسيقى زوينه باش يدك باش يشدك لانسترو يحكمو واعر بزاف مزكني. لا سطان هذا بزاف والله يجا بزاف خدمه واعره بزاف اصاحبي، راه حشومه التراك هذا ما يلصقش داك 100k ديالو 200k 300k هذا خصو فوق المليون، راه خدمه واعره بزاف اخويا والمليون الوارين وما ضربوهاش. شحال ما قلت هذا البلان ديالو اخويا ساو ديروها معايا كانسرز كانسر شارا فوك اب. فاش شوف شي كانسر النصيحه الدراري دابا تفكرت البلان ديال الكانسرز، دابا نخرج شويه على لا رياكسيون نطلو شي شويه عليكم خليو لا رياكسيون هي. المهم البلان ديال الكانسرز فاش شوف شي كانسر ما تناقش معاه، فاش قرا بنادم كانسر ما عمرك تناقش مع شي واحد كانسر حيت فريمون غادي تعصب. رجعوا لا رياكسيون كيفاش تلاح معاك وطلع واعر، هي ماشي شي حاجه اللي سبيشال بزاف ولكن الفكره كيفاش واعره، لا واعره واعره بزاف الفكره زوينه، يعني ماشي ضرب شي تشوق على يبال خاوه ولا ماشي حاجه عاديه فهمتيني، يعني واخا زوينه عجبتني واخا سامب ديك الهبطه ديالها كيفاش طلع زوينه نقد انا نديرها فهمتيني، واخا عندي كريشه يو نو واش ساي نيكو شحال هضروش على الحوار غادي حيدو دربوك كيحمق كيسطيني لانسترو اللي فيه لاتوش ديال الاغاب واعر صاحبي بزاف، داكشي كتحس به تقل واعر تراك واعر انا ما تسيبورتاش التراك هذا انا نفوت موسيقى سطاني او زوينه ماكراف زعما كون كانوا كاع الروابا ديال المغرب المهم كي ماشي زعما هي ديما المهم بقاو يبينوا فهمتي المهم يدخلوا ماشي الشعبي بيان سور المهم تكون لاطوش ماروكان فهمتي في لانستري ولا هي تكون في لانستري حسن حيت ما يمكنش حيت شي لاطوش ماروكان في لي بارول واللعيبات موفيز افير ولكن في لي زانستري شي حاجه الهربه غتطلع واعره فهاد البوندا السطاني ديال الدربوكه في الاخر ناضيه واعره. دريزن شارات الدريزن واعر بزاف بوست برودكشن الياس تركاوي دريزن بروديوسر اي جي كيني كلمة واعر ريكورد والميكس يوكس واعر اتمنى ما كنتش غلطت شي في سميه يوكس معلم تراك واعر بزاف دراري كنتي كنشوف هاد التراك هذا راه هاد لا رياكسيون هادي غتهبط لتحت غتلقى اللينك في الديسكريبشن في صندوق الوصف بالروج لو غتدخل غتطابي سكوت غينغ. المهم بغيت نشوف الناس اللي عندي اللي كيشوفوا الفيديو وتمسكوا المهم دخلوا انا فريمون ديسك اللي فهمتي سطاني شي شويه دخلوا ديسكريبشن
تخربقت بزاف تخربقنا يعني حسوا بيا شي شويه دخلوا زي بورتي الطريقه تلقاها في صندوق الوصف حتى الهضره تبان لي المهم صندوق ديسكريبشن غتلقى ملي عاودت بزاف المهم فهمتوني ياك صافي سيبورت لهذا الساط هذا غتلقاه في الفلاشين ديال لاكاج لينك في الديسكريبشن وغنحطو حتى في كومونتير وصافي الله يعاون كتا ديال لا رياكسيون لايسكوت غير نعقب ان هذو وما نساوش العباد كان معكم ما ديسكوت تهلا وصافي خلينا نعاودو التراك